اختار شكل المومنت الصح للفريم اللي قدامك في الشكل في خلال زمن 10 ثواني. أعتقد إن معظمكم وصل للإجابة الصحيحة اللي هي B. ولمزيد من الأسئلة تقدر تتابعنا على صفحتنا Structure Fantasy. واضح كده إن هيبقى موضوع فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن التماسك، وهيبقى فيه إكسرسايز في نهاية الفيديو متنساش تبص عليه. السلام عليكم، مازلنا مكملين في Topic Consistent Deformation، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن التماسك. يعني مثلا المسألة دي لو حبيت أحلها من غير تماسك، فعندي الفيكسد فيه 3 مجاهيل والفيكسد التاني فيها 3 مجاهيل، يعني عندي 6 مجاهيل وما عنديش غير 3 معادلات اتزان، فبالتالي أنا عندي كده 3 مجاهيل زيادة. فمعنى كده إن أنا محتاج أرسم M نود وM1 وM2 وM3 وأعمل 9 تكاملات، بعد كده أحل 3 معادلات مع بعض، الموضوع هيبقى شاق جدا. طيب إذا بقى أستفاد من التماثل عشان أبسط المسألة بتاعتي، مبدئيا كده الفريم ده متماثل، وانا عارف من التماثل ان اقدر افصل واحل نص الشكل بس بشرط انك تحط في مكان الفصل فيكسد سبورت. واحنا قلنا ليه بنحط فيكسد سبورت؟ عشان عارفين لو فصلنا في اي نقطه في الاستراكشر بتظهر القوه الداخليه اللي فيه اللي هي اكس وواي مومنت، ما عدا الانترميت هنج لو فصلنا فيها بتظهر فيها بس اكس وواي عشان المومنت عند الانترميت هنج بصفر. طيب انا دلوقتي جيت فصلت في نقطه ما فيهاش انترميت هنج فيظهر لي 3 قوه، عشان كده حطيت فيكسد سبورت، وبالتالي هيظهر لك اكس وواي ومومنت. ودلوقتي تقدر تحل بس نص الشكل من التماسك. طيب لما تيجي تبص على نص الشكل هتلاقي عندك فيه كام مجهول؟ هتلاقي عندك برضه 6 مجاهيل وما عندكش غير 3 معادلات اتزان، فبالتالي لسه عندك 3 مجاهيل زياده. طب انا كده استفدت ايه؟ هو الحقيقه انت كده استفدت من التماسك بس ما استفدتش بالكامل. احنا استفدنا ان احنا هنحل نص الشكل بس، فالدنيا اتبسطت شويه، بس ما استفدتش بالكامل. ليه ما استفدتش بالكامل؟ لان انا ستيل لسه عندي 3 مجاهيل زياده. انت في الحقيقه عشان تستفاد بالكامل من التماثل المفروض تكون في عندك معلومه تكون عارفها، في قوه من ال3 قوة اللي بتظهر دي هتبقى واحده فيهم بصفر، وانت المفروض لو مذاكر التماثل ده كويس هتعرف ان القوه دي المفروض هي القوه اللي في اتجاه الواي، لان انا عارف ان دايما في اي شكل متماثل بيبقى قيمه الشير في النص بصفر. وعشان نبسط المعلومه دي تعال نشوف شكل بسيط كده. يعني لو اتعاملنا مع السيمبل بيم دي كاميرا متماثله فيطلع لك الرياكشنز في 4 طن و4 طن، فلو حبيت ارسم شكل الشير فورس دايجرام ليا هطلع 4، بعد كده بنزل قيمه الحمل الموزع اللي هي 8 وبطلع 4 في الاخر. فلو بصيت في النقطه اللي في النص اللي عند محور التماثل هلاحظ ان قيمه الشير في النص فعلا بصفر، فالمعلومه دي كانت عندك اصلا من الاول بس كانت محتاجه تنشيط. ولو انت مش مقتنع من رسمه الشير تعال اقنعك بالحسابات. يعني لو رجعنا شكل الفريم لاصله، ده فريم متماثل عليه حمل موزع، الحمل الموزع لو جبت تركيزه هيبقى 2 في 8 يطلع بكام؟ ب 16، ونتيجة إن الفريم ده متماثل فأنا عارف كل سبورت هيشيل النص، يعني كل واحد هيبقى شايل 8 طن، طب نتيجة إن الفريم ده متماثل فأنا فصلت وهحل نص الشكل وأعطيت فيكسد سبورت، وطلعت لي الثلاثة رياكشنز اللي هم إكس وواي مومنت. لو حبيت أجيب الرياكشنز اللي في اتجاه الواي أقدر أخد سمشن القوة في اتجاه الواي، أنا عندي الحمل الموزع ده تركيزه 2 في 4 في 8 لتحت، وانا عندي قيمه الرياكشن عند الايه 8 لفوق، فيطلع لك من سبمشن القوه في اتجاه الواي يطلع لك الرياكشن ده فعلا بصفر. يبقى احنا كده خلاص مقتنعين ان لو عندي اي شكل متماثل وفصلت في نقطه التماثل بيظهر عندي بس اكس ومومنت عشان بيبقى دايما الواي بصفر. يبقى انا دلوقتي كده لما اجي احل المساله دي يبقى عارف خلاص ان الواي بصفر، فبالتالي يبقى عندك كام رياكشن؟ عندك 5 رياكشنز بس، فبالتالي يبقى عندك مجهولين زياده، وهو ده الشكل اللي انا هشتغل عليه عشان اكمل حل المساله. طيب دلوقتي عايزين نختار المين سيستم، احنا عارفين عشان نختار المين سيستم لازم نشيل المجاهيل الزياده وتختار مين سيستم تعرف تتعامل معاه. طيب انا دلوقتي عندي فوق هنا سبورت فيه اكس ومومنت بس، انت مش متعود ان تتعامل مع سبورت يكون فيه اكس ومومنت، انت متعود اللي متعود عليه لو كان بيبقى عندك فيه سبورت فيه مجهولين بيبقى هنج سبورت اكس وواي، لكن يبقى سبورت فيه مجهولين اكس ومومنت ده انت مش متعود عليه، عشان كده الاسهل ليك انك تشيل المجهيل اللي فاضل اللي هم الاكس والمومنت وتسيب الفيكس اللي تحت زي ما هي. يبقى هو ده المين سيستم بتاعك، يبقى المين سيستم اللي انا اختارته هيبقى فيكس تحت ومن فوق هيبقى فري. تعالى بقى نرسم الام نوت. عشان نرسم الام نوت هنرسمه من الناحيه اللي بعيده عن السبورت، هبدا من نهايه الكانتليفر، طبعا المومنت هنا هيبقى بصفر. بعد كده هحسب عند البي، طبعا لما اجي احسب هحسب من الناحيه اللي بعيده عن السبورت، فاحسب من ناحيه
اليمين دي، فهلاقي عندي في حمل موزع تركيزه كام؟ 2 في 4 8 وعلى بعد 2 متر، فهيدي لك مومنت عند بي مقداره 8 في 2 ب 16 والاعلى، فهرسمه مثلث فوق وهعلق البرابلا من تحت عشان اعرف احسب اشكال المساحات دي. طيب بعد كده هعمل اتزان عند البي، انا الكاميرا عليها مومنت قيمته 16 وديل السهم لفوق، فهيبقى المومنت على العمود بيلف عكسه فيطلع لك ديل السهم برده لبره وقيمته 16. طب عايز احسب بقى المومنت في الاخر بقى فين؟ عند الاي، وبرده هحسبه من الناحيه الثانيه اللي بعيده عن السبورت، فهلاقي برده ان ما عنديش حاجه في مومنت غير الحمل الموزع اللي هو كان تركيزه 8 وعلى بعد 2، فهيدي لك مومنت ب 16، فهتلاقي ان المومنت على العمود ثابت من اول لاخره ب 16، وده منطقي لان احنا عارفين ان المومنت عشان يتغير على العمود لازم تكون القوه في اتجاه الاكس، لكن بما ان القوه هنا راسيه فيطلع المومنت قيمته ثابته على العمود بالكامل من اوله لاخره. طيب دلوقتي انا شفت حاجتين، فهبدا هرسم اول حاجه الام 1 وده هيبقى المومنت، وانا فرضت ان المومنت ديل السهم بتاعه لفوق. مبدئيا كده من قبل ما اطلع قيمه الاكس 1 فانا عارف الاكس 1 هتطلع بالسالب، ليه؟ لان انا متوقع ان النقطه اللي في نص الكاميرا دي هيبقى المومنت هنا لتحت، بمعنى انا فرضت ان ديل السهم هنا لفوق فمتوقع الاكس 1 هتطلع بالسالب. مش فارقه عادي، عايز ترسمها من الاول ديل السهم لتحت مفيش مشكله. طيب انا فرضت دلوقتي ديل السهم لفوق وعايز ارسم المومنت، هبدا برده زي ما بدانا في الام نوت، هبدا بالنقطه دي اللي في البدايه واحسب من ناحيه اليمين. المره دي بقى المومنت مش بصفر، عندي مومنت هنا قيمته 1 والفوق، احسب في نهايه الكانتليفر برده من ناحيه اليمين، هلاقي ما عنديش حاجه غير برده المومنت اللي هو بواحد، فهيفضل ثابت لحد الاخر. وبرده هعمل اتزان الكاميرا مع العمود فيطلع لك المومنت اللي بره وقيمته 1. بعد كده عايز تحسب مومنت في نهايه العمود، بما ان برده مفيش قوه في اتجاه الاكس فيطلع المومنت ثابت على العمود من اوله لاخره. اخر حاجه بقى الام 2 اللي هي القوه اللي في اتجاه الاكس، هفرضها بواحد طن. لما تيجي تحسب مومنت هنا هتلاقي القوه دي مش بتعمل مومنت، المومنت هنا بصفر. طب نيجي نحسب في نهايه الكانتليفر واحسبه برده من ناحيه اليمين، هلاقي برده ان القوه دي بتمر بالنقطه فبرده مش بتعمل مومنت، يبقى الكاميرا كلها عليها مومنت لزيرو. يبقى فاضل لي كده احسب بس المومنت في نهايه العمود، هلاقي ان الواحد طن دي هتعمل مومنت تحت، الواحد طن ده على ارتفاع 4 متر يبقى 1 في 4 هيديني مومنت ب 4، هو بيلف من اليمين للشمال فيبقى ديل السهم ناحيه اليمين، فوقع المومنت ناحيه اليمين. وبكده كنا رسمنا الام نوت والام 1 والام 2. فاضل بقى انك تعمل التكاملات، يمكن التكاملات هنا سهله فتحمل معاك بس تكامل دلتا 1 نوت والباقي هدي لك النتائج بتاعته. طيب تعال نعمل دلتا 1 نوت عشان اثبت لك ان الموضوع هنا سهل. يبقى عندي واحد عليه اي وهفتح قوس، هبدا بتكامل المثلث مع المستطيل، واحنا عارفين ان اي تكامل مع مستطيل بيريح، ليه؟ الموضوع بيبقى سهل، مش فارق معاك السي جي فين، لان ايا كان السي جي بتاع المثلث فين في الاخر هيتضرب في ارتفاع المستطيل اللي هو بواحد، لان المومنت اصلا ثابت بطول المستطيل. طيب انا عندي الشكلين فوق يبقى الاشاره والموجب، مساحه المثلث نص في 4 في 16 وهتتضرب في 1. طب تكامل البرابلا مع المستطيل نفس الكلام، برضو ايا كان السي جي فين هيتضرب في 1، ومساحه البرابلا هنا هناخدها بالسالب علشان البرابلا تحت والمستطيل فوق، يبقى سالب 2 على 3 في 4 في 4 مضروبه في 1. طب تكامل المستطيل مع المستطيل، هجيب برده مساحه المستطيل واضربها في 1، والاشاره هتبقى بموجب عشان الاثنين في نفس الاتجاه. باقي التكاملات المفروض تطلع بالشكل ده، طبعا احنا شرحنا التكاملات بشكل كافي في الفيديوهات اللي فاتت، فتقدر لو عايز تراجع التكاملات ترجع على الاقل ارجع للفيديو السابق ده قبل ده على طول، هتلاقي فيه شرح كافي للتكاملات. طيب بعد كده بعد ما جبنا الدلتات بنعوض في التو ايكويشنز عشان نحلهم مع بعض ونطلع قيمه اكس 1 واكس 2. واكس 1 هتطلع بسالب 7.47 زي ما قلنا انها لازم تطلع بالسالب، واكس 2 طلع بموجب 3.2. وتعال بقى عشان نرسم المومنت الفاينل. مبدئيا كده انا عايز احسب قيمه المومنت فين؟ عند نقطه البدايه دي ونهايه الكاميرا ونهايه العمود. طيب اول حاجه نيجي للنقطه رقم 1، النقطه رقم 1 ده في مومنت هنا عندها بتاع الفيكسد، وده اصلا انا جبته اللي هو كان مين؟ اللي احنا كنا مسمينه اكس 1، ده طلع بسالب 7.47، فخلاص ده انا عارفه اصلا بسالب 7.47. انا كنت فارض الام 1 دي للسهم لفوق، لا يبقى ايه؟ عكس الاتجاه، يبقى 7.47 بس اتجاهها لاسفل. طب النقطه رقم 2 و3 دول عشان نجيبهم اسهل طريقه اننا نعوض في معادله الام فاينل ايكوال ام نوت زائد اكس 1 ام 1 زائد اكس 2 ام 2. وقلنا في المعادله دي بنعوض بالاكس 1 والاكس 2 باشارتهم زي ما طلع، يعني الاكس 1 طلع بالسالب فاعوض في الايكويشن بالسالب، والاكس 2 بالموجب فاعوض عنها بالموجب. طب تعالى للنقطه رقم 2، هناخد سيكشن كده عند نفس النقطه دي في الام نوت والام 1 والام 2 ونعوض نشوفهم هيطلعوا بكام. انا عندي هنا
الام 1 ممكن تشتغل في اشارات المومنت، انا عارف ان المومنت فوق سالب وتحت موجب، او تفرض انك هتفرض ان القوه اي مومنت فوق هتاخده بالموجب وتثبته على كده. انا هشتغل بالطريقه دي، هفترض ان اي المومنت اللي فوق ده هاخده باشاره موجبه، فانا هاخد الام نود ده فوق هاخده باشاره موجبه هاخده ب 16، الام 1 هنا اللي فوق برده هاخده بواحد، الام 2 ده بزيرو. طلع الناتج بالموجب يبقى هو ايه؟ فوق زي ما انا فارض، وقيمته 8.53. طبعا من اتزان العمود مع الكاميرا بره يطلع لك المومنت ب 8.53. نيجي لاخر نقطه اللي هي النقطه رقم 3، برده هاخد سيكشن، هفترض ان المومنت اللي في اتجاه الشمال ده بالموجب، يبقى هاخد الام نود ب 16 والام 1 بواحد، لكن الام 2 هاخدها بقى بكام؟ بسالب 4 عشان دي من الناحيه الثانيه. واعوض في الايكويشن، طلع المومنت بسالب يبقى في ناحيه ايه؟ ناحيه اليمين، وقيمته سالب 4.27. بعد كده بوصل قيم المومنت ببعض، طبعا الكاميرا هوصلها برافله عشان عندي حمل موزع، والعمود هوصله خط لينير. في ملحوظه هنا عايزك تاخد بالك منها، هل هو صدفه ان قيمه المومنت تحت طلع تقريبا نص قيمه المومنت في بدايه العمود؟ يمكن الموضوع ده هنتكلم عنه في التفصيل في المومنت ديستريبيوشن، بس عايزك تاخد بالك بس من الحته دي ايه دلوقتي. طبعا احنا كده رسمنا بس ايه نص الشكل، لكن لو عايز بقى ترسم مومنت كان على الكاميرا بالكامل فيطلع النص الثاني زيه بالظبط. المساله دي البي دي اف بتاعها فوق بالكامل موجود في الديسكريبشن. وتعالى بقى نتكلم بقى عن الاكسرسايز ده، اكسرسايز عشان تطبق على التماثل اللي شرحناه النهارده، وان شاء الله هيبقى بعد كده في نهايه كل فيديو هيبقى فيه اكسرسايز عشان يبقى الموضوع مور افكتيف، بحيث ان انت الشرح لوحده ما يبقاش كفايه، لازم تعوض عشان تطلع وتتاكد ان انت فهمت الشرح كويس. وتقدر بعد كده تبعت لنا الاجابات بتاعتك، سواء لو حليت مساله او لو حليت الثلاث مسائل المطلوبين دول، على صفحتنا اللي هي ستراكشر فانتزي، تبعتها لنا في رساله على الصفحه، بس يكون الحل بتاعك منظم وتكون الصوره واضحه. وهننزل اسماء كل الناس اللي هتجاوب الاجابات الصحيحه لاي مساله من المسائل دي، وصاحب اكتر حل منظم وتكون صورته واضحه، ولازم طبعا يكون الحل صح يعني، هنضيفه في البي دي اف الخاص بالكورس اللي احنا شارحين فيه اللي فيه الشرح بتاع الكورس بالكامل. فكده بحيث يبقى كل درس بدل ما يكون فيه عليه بس 10 مسائل حلينهم، لا نبقى حلين 20 وحلين 30، والمسائل دي تكون بخط ايديكم انتوا. فانا هاخد الحل بتاعكم كده زي ما هو اللي انت هتحله، وهضيفه للكورس بحيث ان غيرك يستفيد، يبقى بدل ما يكون عندك في مساله واثنين، لا يبقى في 10 وفي 20 وتبقى مسائل اكتر، فتكون انت كده استفدت وفي نفس الوقت افدت غيرك بانه يقدر يستفيد من الحل بتاعك، وساهمت ان انت تساعد غيرك. فتقدروا تبعتوا لنا ان شاء الله على صفحتنا ستراكشر فانتزي، وانا هنتظر اجاباتكم. ولو في مساله من المسائل دي حابين نحلها مع بعض فنقدر نحلها برده في الفيديوهات اللي هي اكسترا، بس اكتبوا لي في الكومنتات تحت المساله المطلوب اهني مساله من الثلاثه طالبين نحلها، وممكن نحلها ان شاء الله في الفيديوهات الاكسترا. بس الاول هديكم وقت كده شويه اصبر عليكم عشان استنى الاجابات اللي انت هترسلها لي ان شاء الله. ولو حابين تضيفوا اي حاجه فممكن تكتبوها لي تحت في الكومنتات، وما تنساش طبعا تكون كاتب اسمك على الحل بتاعك عشان انزل اسماء. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.